ما رأيك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى ورسوله حرم الميت؟ تعلمنا أن رجلا سأل فقال: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، يعني يتخذونها للإضاءة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا، هو حرام. ولكن العلماء اختلفوا في قوله حرام، أهو عن البيع أم عن الأمور التي ينتفع بها؟ ومنهم من قال إن التحريم يرجع إلى الانتفاع بها. صحيح، ومنهم من قال إن التحريم يرجع إلى البيع لا إلى الاستفادة منه، ومن ثم فيجوز الانتفاع بشحم الميتة في طلي السفن والاستصباح بها وغير ذلك مما ليس بأكل ولا في بدن الآدمي. صحيح، ولكن الحالة تختلف هنا يا إمام. هذه الرقاع قد كتبت عليها آيات الله. بربك إن كانت لك حجة على هذا، هاتها. حجتي ما روي عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل انتفعتم بإهابها؟ وقال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. فماذا عن حديث ابن عكيم إذ قال: كتب لنا نبي الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصا؟ هذا يشبه أن يكون ناسخا لحديث ميمونة، إذ أنه كان قبل موته صلى الله عليه وسلم بشهر. ابن عكيم لم يلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن من أصحابه، وحديثه مضطرب الإسناد ومرسل. صحيح، حتى إن راوي الحديث عبد الرحمن بن أبي ليلى رواه تارة عن ابن عكيم وتارة عن أشياخ جهينة. كما أن عبد الله بن عكيم روى الحديث تارة على أنه قبل موت الرسول بشهر، وتارة بشهرين، وتارة أخرى بأربعين يوما، ومعنى هذا أنه ليس هناك توقيت معتمد، ومن ثم يكون النسخ مبنيا على الظن. والمظنة لا تنهض بالنسخ. أحتاج إلى بعض الوقت لمراجعة هذه المسألة. الحديث بقية يا أبا عبد الله، بإذنك. حسبتك ستسبقني بالقول يا يوسف. وهل يجوز لي الحديث في حضورك يا إمام؟ نعم، لا ينقصك العلم ولا الحجة. تفضل. أتتركه منتصرا يا إمام؟ أيها الدجال، أتراها ساحة قتال يا فتى؟ ليس توجسي إلا خشية التدليس، ولا انتصار هنا إلا لكتاب الله وسنة نبيه. معذرة يا إمام. استغفر الله العظيم وتوب إليه. افتح الباب. اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.